فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز إطلاق لفظ مجرم على الشخص المبتدع الذي يظهر بدعته؟ هل يجوز إطلاق لفظ المجرم على الشخص المبتدع الذي يظهر بدعته؟ ما أشنع من المبتدع، أطلق عليه أنه مبتدع، مجرم أخف من المبتدع. ولكن إذا ثبت أنه مبتدع، إذا ثبت أنه مبتدع، يعني ما كل من يظن أن هذا بدعة يقوم بدعة. نعم.